لسه بادئين بقالنا بالظبط حوالي 15 يوم. السنة دي زي ما احنا عارفين ان في تجديد كامل في الفرقة، طلع لنا من تحت مواليد 98. مواليد 98 فيهم حوالي 7 بيلعبوا في منتخب مصر، سنه صغير طبعا، كنا بنصعد منهم السنة اللي فاتت. السنة دي احنا هنعتمد عليهم بشكل كبير، هنبدأ ندخلهم. مراحل السنية الموجودة كلها صغيرة في السن، مواليد 96 ومواليد 98، ما عنديش إلا بس 3-4 لعيبة كبار، تمام، بسم الله ما شاء الله برضو بيدوا في الملعب. هنبدأ ندخل مرحلة كده صغيرة واحدة واحدة اللي هم السن الصغير مواليد 98. احنا شغالين دلوقتي إعداد البدني، تمام، ثم بدأ نخش في الكور. الحمد لله احنا ماشيين بخطوات مميزة. السنة دي عندنا بطولة عربية، عندنا بطولة الأفريقية، ان شاء الله دول في شهر، واحدة في شهر 9 وواحدة في شهر 10، وبإذن الله احنا مشتركين فيهم بإذن الله. ما عنديش حد جاي من برا، انا اعتمدت على كلهم ولاد النادي. السن الصغير انا من السنة اللي فاتت وكنت ماشي في اتجاه السن بالذات، يمكن اكتسبنا خبرة كبيرة قوي من بطولة افريقية اللي فاتت، بنبدأ نشتغل عليها. طموحاتنا اكبر من الدوري والكاس والمنطقة طبعا، طموحاتنا عرب او بطولة عربية بإذن الله، وماشيين في السكة دي بإذن الله. السنة اللي فاتت احنا كنا عملنا مجهود كبير، احنا كان عندنا بطولة الجمهورية وكاس ومنطقة، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبناهم. طبعا اخدنا فترة راحة، اللي هي الراحة اللي هي الامتحانات والصيف والحاجات دي، وان شاء الله ابتدينا من حوالي اسبوعين. طبعا ابتدينا حاجات خفيفة ان احنا بس نستعيد اللياقة البدنية بتاعتهم، وكل مدى بنعلى بالحمل اكتر لغاية ما نوصل للحاجة اللي احنا عايزينها ان احنا نبتدي بيها السيزون الجديد ان شاء الله. الحمد لله عندنا البنات اساسا لياقتهم كويسة، فما بناخدش وقت طويل، يعني هي بس بتبقى ما بنكملش بالظبط حوالي شهر وبنبقى الحمد لله زي الفل، يعني بيبقى كله زي يعني جاهز ان هو خلاص نخش شغل الملعب. يعني عندنا 3 بطولات اللي هم العاديين بتوعنا اللي هو الدوري والكاس والمنطقة. السنة دي زادت عليها بطولة السوبر هنلعبها ان شاء الله، ومفروض ان احنا في عندنا بطولات عربية وافريقية، الله اعلم احنا يعني لسه الكابتن هيشوف هيشارك في ايه بالظبط، وطبعا هنستعدلها طبعا الاعداد الصح للحاجة زي كده. احنا طبعا ساعة بطولة افريقيا احنا خدنا خبرة الحمد لله كويسة، ربنا كرمنا ان شاء الله السنه دي بنعمل حاجه كويسه في بطولات سواء عربيه او افريقيه. لا الحمد لله احنا واخدين على كده، يعني احنا حتى السنه اللي قبل اللي فاتت احنا لعبنا 4 بطولات كان معنا السوبر، بس السوبر اتلغى السنه اللي فاتت عشان بطوله افريقيا. لا الحمد لله لغايه الاخر احنا مكملين، والحمد لله لغايه اخر ماتش اللياقه البدنيه زي الفل، والناس كلها كانت كويسه جدا الحمد لله، ما كانش في اي مشكله.